سلام حبيباتي، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ كيف ما العاده، نتمنى نلقاكم بصحه جيده واحوال طيبه بحول الله. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الوصفه رائعه زوينه لترطيب الوجه وتبييض الوجه، ويعني كتحيد الشوائب من الوجه ولي بوان نوار. يلا نوريكم الوصفه على بركه الله. وصفه رائعه ومجربه كيف ما كنقول لكم دائما. العناصر ديالها هما عندنا البازلين، ها هما البازلين من الصيدليه حبيباتي، يكون من الصيدليه باش نكونوا يعني ضامنين الوصفه تكون يعني 100% افيكاس. وعندنا البودغ ديال الاطفال، يعني لا داعي نذكر الاسماء، البودر ديال الاطفال حتى هو ديال الفارماسي، يكون لا مارك مزيانه. وعندنا الملحه، والعنصر حتى هو المهم زيت اللوز، زيت اللوز الحلو البنات. ها نتوما غادي ناخذوا البنات معلقه ديال البازلين، معلقه ديال البازلين، غناخذوا معلقه 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 من الحاجه بهذا الشكل. ها هو انا غنصايبو قدامكم، ومعلقه ديال البودغ، بودره الاطفال اي الطالك، راه مهمه. وبالنسبه للبنات البازلين راه مهم بالنسبه للوجه والجسم كامل، بحيث انه مرطب ومضاد للشيخوخه. والبازلين لحقيتاش هو واحد الماده اللي يعني كيحتوي على واحد الماده هلاميه، مهم لجفاف الجلد او الجلد التالف، يعني الجلد الجاف، وكيحميه من يعني من واحد كيحميه من واحد الجفاف، وكيرطبو وكيعطيه واحد الانتعاش. اما بالنسبه للملح غنديروا ملعقه واحده ديال الملح، عندنا ملعقه ديال الملح، ملعقه ديال البازلين، وملعقه ديال البودر. ها نتوما كيف ما كنوريكم الملح البنات مهمه جدا، يعني لتقشير الوجه. ملي كنمزجوا البازلين مع الملح، غير هاد لي دو هادو راه مقشر رائع، ومهمه مهمه جدا للانتفاخ تحت اسفل العين، يعني تحت العين اسفل العين مهمه جدا كيف ما قلتها لكم في الوصفه اللي سابقه. وعندنا زيت اللوز الحلو، نديروا مع هاد الوصفه نديروا معلقه حبيباتي، مبيض جدا جدا جدا. وغادي نحركوهم نمزجوهم بهذه الطريقه، نمزجوهم كلهم، نحركو العناصر مع بعضها بهذه الطريقه، راه كيعود لينا واحد الكريم لين. ونطبقوه حبيباتي، انا غادي نوريكم غادي نطبقو كيف ما العاده على البشره ديالي، يعني غندخلو العناصر مع بعضها. وكيف ما قلت لكم هذه الوصفه مهمه يعني لتقشير الوجه، بياض الوجه، مضاد للشيخوخه، مضاد للهالات السوداء اللي كتعطي واحد المظهر شاحب للوجه، مقشر ايضا، مقشر ايضا للشفاه، كيحيد لي بوان نوار. غنبقاو بحال هكا حبيباتي، ندخلوا العناصر مع بعضياتها حتى يعطينا واحد الكريم يعني رطب. حبيباتي ها حنا دعكناه مزيان، ويلا خصنا جانا قاصح شي شوي الكريم، نزيدو ملعقه، يعني ملعقه او جوج المعالق ونص، يعني حتى كيعطينا هاد الخليط، يعني الزيت اللي يعني اللي كتعطينا واحد البازلين، المزج ديالو مع زيت اللوز هو اللي كيعطينا هاد الليونه لهاد الكريم. صدقوني هاد البنات هاد الوصفه كتردك شباب، يعني تجاعيد وداعا للتجاعيد، يعني كتردك 20 سنه، يعني هاد الماسك زوين للسيدات ما فوق 40 سنه او 50. رائع رائع رائع.
يلا وحبيباتي نجربو غادي تشوفوا ان شاء الله كيفاش غنطبق الماسك على الوجه ديالي. وصفه هذه انا غادي نطبقها الان على وجهي، غنطبقوها على الوجه كامل بما ان فيها الحبيبات ديال الملح فها مقشر رائع ومرطب في نفس الوقت. منين كنديرو بهاد العملية كنخدمو الوجه بهاد العملية، يعني كنماسيو الوجه بهاد الطريقة كيقوم التقشير أبخي كيعود الوجه رطب بحال البيبي يعني رطب. البنات ما تنساوش بان الملح زائد الماء ممكن ديروها كاتونر، يعني منين نمسحوا الماسك ديالنا او نمسحوا الوجه ديالنا ممكن نديروا الملح والماء تونر للوجه ديالنا. والملح البنات يعني اللي عندها دوك المسام واسعه في الجلد يعني كتضيقهم، مهمه جدا رائعه. وغنبقاو على هذه الطريقه البنات مدة زمنية اللي غنخليو فيها هاد الماسك ديالنا ساعة المكانة. أبخي غادي نمسحو الماسك بواحد كلينكس نمسحوه، ومن بعد نغسلو الوجه ديالنا بالماء دافي. من بعد ديرو يعني الطونير ديالنا ما ورد أو لا اللي بغيتي يستحسن ما ورد، ونبقاو على هاد الطريقة. من بعد ساعة المكانة نتلاقاو حبيباتي باش تشوفو النتيجة ان شاء الله. البنات من بعد ساعة المكانة غنشدو كلينكس غننظفو الوجه ديالنا بهاد الطريقة، غنمسحو الوجه ديالنا والنتيجة كتكون رائعة. غننظفو بالكلينكس بهاد الطريقة، ننظفو الوجه ديالنا كامل دافي. انا كنوريكم النتيجه النهائيه ديال الماسك. من بعد ما غسل الوجه ديالي نتلاقى معاكم حبيباتي. من بعد ما غسلت الوجه ديالي النتيجه رائعه، كتحسي بالوجه ديالك رطب جدا. ومن بعد كندير ما ورد او لا ديروا الطونر ديالكم كيف ما قلت لكم، بما ان الوصفه فيها الملح والعناصر الاخرى اللي هي الفازلين وهذا الطلق ديال لي بيبي، ممكن ديروا الطونر بالملح والماء. انا كندير ما ورد ديال قلعه البونه وغنستعملوه هكا، يعني غسلت الوجه ديالي بماء دافئ وابخي منين كنشفو كندير ما ورد بهاد الطريقة. تبقاو على هاد الطريقة البنات وتخليو حتى ينشف الوجه، ومن بعد ديرو مرطب زيت الزيتون أو لا زيت اللوز ولا أي مرطب كديرو. حنا نمشيو البنات غير الحاجة السهلة، أي مرطب يعني زيت اللوز أو لا زيت الزيتون أو لا زيت من زيوت الأساس، هذا الزيوت الطبيعية اللي كديرو. ونتمنى حبيباتي الوصفة تعجبكم وتنال الرضا ديالكم، وما تنساوش لايك وسبسكرايب. وبالنسبة للبنات اللي جداد في القناة ديالي فعلوا الجرس وتابوناو معايا، وإلى اللقاء إلى فيديو آخر بحول الله. يلا حبيباتي باي باي.